نعمل ابلكيشن اخر، تطبيق اخر إلى علاقة بالورد والكاركتر. حنعمل مثل كاونتر يحسب لنا الوردز والكاركتر، اكيد جي او اي واجهة رسومية. اذا خلونا نبدأ. في البداية انا حاعمل inheritance extend لل جي فريم حتى ما نصنعها كل مرة، ونعمل له implement اوكي المان لل interface اللي هو action listener. جيد، هنا هيحتاج من عندنا انه نعمل add للميثودز اللي هو action performed. هعمل مجموعة متغيرات، هعرف في البداية ال jtext مثلا، حس text field لا خلوها text area، هنسميها بالtext. بعد ذلك اجي اعرف button لها، حيكون btn two buttons، خلي يكون j button btn 2. طبعا ممكن ايضا تعملها j button فارزة j button 2، اوكي ما تفرق. جميل، يبقى عندنا شو؟ يبقى عندنا انه احنا نعمل ال main الكونستراكتور. في داخل الكونستراكتور التكست يساوي new text area، وعندنا ال text dot set bound حيكون بال 20 20 بالنسبة لـ XY، وحيكون 400 بـ 300 على حسب اللي انت ترغبه. بعد ذلك نجي نعرف الـ BTN 1 حيساوي لنا new J button، نكتب فيها مثلا words الكلمات، وحنعملها ايضا btn1.setBounds هذا. حنختار 50 نفس المحور x، الواي اوكي اكس اذا كان 50 200، الويث مثلا يكون 100 ب 25. هاي بالنسبة للبي تي ان 1. البي تي ان 2 حيساوي new btn2، هذا حيحسب لنا الكاركتر character characters okay. ايضا btn2 dot set bounds حيكون مثلا في 20 اوكي، هذا خلوها مثلا 100 اوكي. الواي حيكون اوكي، هذا كان الواي في خلي يكون في 200 نفس المستوى. الويث حيكون ايضا 100 ب 25 حتى يكون مطابق للبوتوم 1 بس يكون بجانبه. بعد ما حددنا البي تي البي تي ان 1 بي تي ان 2، يبقى عندنا انه احنا البوتونز هذا واحد من عندهم حيحسب لنا الوردز، واحد من عندهم حيحسب الكاركتر. ففي هذه الحاله لما اضغط على البوتون، بمعنى انه احتاج الى شو؟ احتاج الى الاكشن ليسنر اللي انا عملت له امبلمنت للانترفيس. اذا هنا أنا راح يكون عندي البي تي ان 1 دوت اكشن ليسنر. الاكشن ليسنر هذا حيكون لنفسه this btn2.action
ad action listener هيكون لي this لنفسه. بعد ذلك يبقى علي انه اعمل add لمن للاشياء اللي انا ضفتها، منها التكست اللي هو text area، add ل btn1 هذا كله على الفريم، add btn2 sorry btn2 خلينا نشوف الوقت 5 minutes يسمح لنا. بعد ما عملتها اجي يبقى علي انه اعمل set size، السايز حيكون 500 × 500 و اوكي set layout، set layout حيكون null، وحعمل set visible حيكون true. جميل جدا. في هذه الحالة أنا كملت عمل الواجهة، الواجهة الرسومية حتكون عندي حاضرة، ما عندي أي مشكلة. للناس اللي تسأل إنه هل في الإكليبس drag and drop، يعني إنه يكون مثل الفيجوال أو مثل النيت بينز إنه تسحب بالسحب والإفلات تصنع الواجهة، نعم هذا الشيء موجود وإن شاء الله إحنا حنشرحها، لكن في البداية لازم تفهم الأساسيات إنه كيف دي ينصنع. يعني ما معقولة إنه أنت فقط سحب وإفلات سحب وإفلات وعملته، بس بعدين لما تريد تضع الاكشن ليسنر وغير اشياء انت ما معقوله حتفهمها. يعني في كثير من الناس تعلمت الجي او اي، تعلمت بالسحب والافلات، لكن لما تجي تريد يطبق شيء تلقاه ما يعرف انه مشكلته انه بس بالسحب والافلات. اوكي لو حدثت مشكله يعني مثلا غير متناسقه الازرار او فد شيء، كيف راح تعالجه؟ راح يصمت، ما يقدر يتكلم، لانه راح يقول لك انا عملتها بالواجهه بسحب الافلات. اوكي ما نفع بسحب الافلات. ففي هذه الحاله انت لازم تعرف خلف الكواليس behind the scenes انه انت شو اللي يحصل حتى تستطيع انه تستمر وتعالج المشكله debugging. هاي هي كانت الفكره. زين احنا ما بقى لنا شيء من الاكشن بريفورم احنا يحتاج اننا نشتغل حاليا، لانه احنا عملنا الاكشن ليسنر للبوتون 1 والبوتون 2، يبقى شغلنا كله في الاكشن. لهنا راح نوقف ونكمل الدرس القادم. مع السلامة.